يا راغبا درر الكلام، يا سالكا سبل السلام، يا عاشقا نهج الإمام المصطفى بدر التمام. هذه خطوف من رياض المصطفى زين الزياد، قد شرفا وتعطرا الحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبد الله سيدنا محمد وآله وأصحابه وكل من ظفر وأكرم بتصديقه ودخل في دائرته وفريقه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم ومن سار في دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أمام ما يشير إلينا الحق من القصص عن عباده، نتابع ما قص لنا في أخبار من كان في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، من الذين لم يرعوا حق الكتاب ولا حرمته ولا القيام به، ومن كان أيضا من أهل النفاق الذين ادعوا الإسلام والإيمان ثم لم يصدقوا في ذلك فيما بينهم وبين الرحمن. يقول جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت ما كان من ساحر وكاهن وكل حاكم بغير حكم الله، كل حاكم بغير حكم الله بما يخالف شرع الله فهو طاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، من نافق من أهل الكتاب فادعى الإسلام ودخل في دائرة النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره، ومن بعض الذين أسلموا أيضا في الظاهر ممن سواهم وهم منافقون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولقد جاء في أخبار السير وما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أن قوما اختصموا، فجاءت عدد من الروايات في قصص اثنين اختخاصما، ثم قصص في جماعات اتخاصموا كذلك، ففيه من كان من المنافقين منافق مع يهودي تخاصموا في قضية بينهم، فكان اليهودي يعلم أن رسول الله لا يحكم إلا بالحق وأنه ينصف صاحب الحق وكان صاحب حق، وهذا الذي نافق من كان من اليهود يقول له صاحبه اليهودي: اذهب بنا إلى محمد، أنت نبيك الذي آمنت به يحكم بيننا. فقال: لا، إنما إلى كعب بن الأشرف.
وهو يعلم أنه يقبل الرشوة ويأخذها، ويعلم أنه ليس له حق، ويعلم كما علم الثاني أن رسول الله إنما يقضي بالحق. وآخر قال لا، إلى أبي برزة الأسلمي، وكان كاهنا يحكم في الجاهلية بينهم، ولم يزال يتردد إليه الكفار. وبعض اليهود أيضا اختلفوا فيما بينهم البين، فقال الطائفة منهم نذهب إلى محمد، قال الآخرون بل إلى أبي برزة أيضا. فكان ما كان من ذلك، فعاب الله تبارك وتعالى أمثال هذه القضايا. وهكذا ثبت الله سبحانه وتعالى قضية أن الإيمان لا يقوم إلا بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقرأ في آيات بعد هذه الآيات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن عظيم فائدة قص الله هذه الأخبار لنا أن نتيقن أننا لن نتحقق بالإيمان حتى يكون مرجعيتنا في الحكم وفي الفصل في القضايا الحق والرسول، ولا نقدم على ذلك شيئا مما تهواه الأنفس ولا مما يتقوله كل متقول يدعي عقلنا ويدعي راينا ويدعي حكمتنا ويدعي نظاما إلى غير ذلك. فما خالف شرع الله فمردود عند من آمن بالله تبارك وتعالى، لا يمكن له قبوله ولا الأخذ به. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فإنما يكون الحكم حكم الله سبحانه وتعالى. وكما علمنا أن الحق في التحليل والتحريم له، وعد التطاول على تحليل شيء بغير علم أو تحريم شيء بغير علم تطاول عليه وكذب عليه، فيما قال جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب، أي أن الحق لله، فإذا قلتم ذلك بغير بينة فقد افتريتم على الله جل جلاله وتعالى في علا. فبذلك وجب أن يكون تحاكم المؤمنين إلى شريعة ربهم جل جلاله وتعالى في علا. والعجب أن يرى عند بعض الناس كائنين من كانوا شيئا من الإشمئزاز إذا قيل تطبق الشريعة ويحكم بالشريعة، مع أنهم لن يجدوا في أنظمتهم ولا أنظمة من سواهم أوفق وأوثق وأرفق للناس من هذه الشريعة الغراء المصونة، شريعة الله تبارك وتعالى. ثم يأخذون في الترويج لمعنى من التحريف الذي توارثه المتوارثون من فئة إلى فئة ومن عصر إلى عصر، فإن بني آدم في كل الأزمنة متشابهون في طريقة تفكيرهم ومعالجتهم للأمور ونظرتهم إلى الأشياء، قد تختلف الوسائل المستعملة لتحقيق الأغراض وما إلى ذلك، ولكن طريقة التفكير هي النفسية عند الإنسان. وربما أن طريقة التفكير في فعل الشر التي كانت من أيام بني آدم لصلبه هي الطريقة التي تستعمل اليوم عند الناس هنا وهناك، كما أن الطريقة في المحافظة على الخير وكسبه هي الطريقة التي كانت تستعمل من أيام وجود أبينا آدم على ظهر الأرض. ولذلك تلا علينا الحق سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، كما سيأتي معنا في قصص الحق. فطريقة هذا وطريقة هذا في التفكير والنظر هي الطرق القائمة اليوم على مستوى الأفراد والجماعات والدول. الدوافع والإرادات هي هي،
كذلك يقول لنا سبحانه فيما يقص علينا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهكذا يكون النظر إلى الأمور متشابها بين الناس من ذو من ذاك، فيكون معاني الترويج وإيراد الأمر على غير وجه وإظهار على غير حقيقته، معاني التحريف، معاني هي القائمة بين الناس، فيروجون إما لشيء من الحدود أو لشيء مما يتعلق بالمرأة أو لشيء مما يتعلق بالرقي إلى غير ذلك، ترويجا باطلا زائفا على غير وجهه. وما جاءت الحدود في الشريعة إلا بقيود وترتيبات وشروط وكيفية للأداء، لا يكون أحسن منها لاستئصال الشر أو لدفعه أو للحد منه أو لاستقرار الوضع في الأحوال كلها. ولأجل هذا لم يقم مثلا من حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الخلفاء الراشدون من بعده حد الرجم على الذي استحقه بفعل الجريمة من الزنا إلا بمجرد الإقرار والرضا والاعتراف وتكرير الاعتراف بذلك وطلب إقامة الحد عليه. لم يقم بوجه الشهادة قط، لأن الله تعالى جعل في الشهادة في ذلك شروطا صعبة لا يمكن أن تجتمع إلا في قمة من الفساد والاستخفاف بالقيم والأعراض إلى أبعد الحدود التي لا يمكن عقل أن يتخيلها ثم لا يرى معالجتها بمثل ذلك الرجم، وذلك في منتهى الجراءة والتجاوز للإنسانية في أن يفعل فعلته حتى يتمكن أربعة من العدول المقبولين أن يشاهدوا ذلك، ومعناه تحدي المجتمع وتحدي القيم وتحدي الإنسانية إلى أمثال إلى أن يصل إلى مثل هذا الحد الذي يمكن أن يقوم به مثل هذا الحد، إلى غير ذلك مما يتعلق بتفصيل القضايا التي لا مجال لاستيعابها في مثل هذه اللمحات من هذه القصص القرآنية. ولكن سلوب الترويج والتحريف ووضع النصوص في غير موضعها هو الذي يستعمل اليوم، إلا أنه للأسف الكبير وجود الجهل الكثير المنتشر بين حتى من يدعى بالثقافة بين المسلمين فضلا عن من سواهم، يجعلهم أمام ما يروج له ويحرف ويوضع يقفون موقف المتحير وموقف الضعيف وموقف الخائف، وكل ذلك راجع إلى ضعفهم أصلا في الإيمان وفي العلم. ولو قام العلم على وجهه والإيمان على وجهه لما كان لهذه الترويجات سوقا في واقع المسلمين ولا سلبا لعقول ولأذهان ولمدارك عند الناس هي محترمة، ما حقها أن تصاد بالتلبيس وتغيير الحقيقة وتصوير الشيء على غير ما هو عليه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لكن قال كما قال الحق ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فتأتي نتائج ذلك، فإن من سنة الله التي استقرأها العقلاء أن كل من ترك بابا من أبواب الشريعة اضطر إليه وعاد مضطرا إليه. وهكذا ترى أنه نتيجة لمخالفة الشرع لا في أي شان من شؤون، اقتصادا كان أو خلقا كان أو علاقة اجتماعية كان، إذا خلف فيها شرع الله لا تمر السنون
حتى تتراكم نتائج ذلك أسوأ وأدوى ومشاكل كبيرة، ولا يوجد لها حل إلا أن يعودوا إلى حكم الله ومنهج الله جل جلاله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما خالفوا شرع الله وخرجوا عن حكمه، ثم جاءوا قالوا إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما كان قصدنا إلا الخير وما كان قصدنا إلا كذا، وما نحن ما أردنا بهذا، ولا تنكرنا للدين، ولا ما مرادنا كفر ولا خروج عن الشريعة ولا إلى غير ذلك. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أداء للأمانة، وعسى أن يرتدعوا ويعودوا إلى رشدهم، فإن الملبسين والمدلسين والمفترين كثير في العالم. وما أخطر أن يقول الإنسان ما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا أخطر من إرادة التغرير وإرادة الكذب وإرادة التشويه وإرادة قلب الحقيقة للذي تلقى إليه، فذلك ضر بالناس لا يسامح الله فيه من فعله ويجازيه بما يستحقه على هذا الفعل، فإن ما تعلق بالإضرار بالغير أشد عند الله تبارك وتعالى ولا يسامح فيه، وأشد الإضرار ما كان إضرارا بالفهم بالعلم بالعقل بالدين، فهذا ضر الآخر في دينه أشد من أن تضره في جسده في ماله، ولكن أن تضره في دينه ذلك أخطر وذلك أشد. فيتعرض أهل الخيانة في العلم لغضب الله تبارك وتعالى ولسخطه، ولذا يسحب إلى النار في موقف القيامة بعض الذين كانوا ظهروا بالعلم في الدنيا في أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا جاء الإطلاق في صحيح مسلم وغيره، حتى أيد رواية أن بعض الناس من الذين عاشوا على الإضلال للغير بصورة الحق وبصورة العلم وبصورة الاتباع أنهم يسحبون إلى النار قبل بعض الكفار من الذين يعبدون الأوثان، من الذين لم يكن لهم إضرار بغيرهم كإضرار هؤلاء، غيرة من الله أن يضر عباده وأن تضر أديانهم وأن تمس كرامتهم الكبرى في وجهتهم إلى الرب سبحانه وتعالى، وفهمهم في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. فكذلك كل ما نصيب من معاني الجبت والطاغوت ومن المصالح والمرادات الشخصية التي بها يتنكر لمنهج الله ولدين الله ويلعب بها على أحكام الله سبحانه وتعالى، لأجل هذا جاء لعن الراشي والمرتشي والرايش الذي يسعى بينهما ويدخلون جميعا في لعنة الله، وجاء التشديد في شهادة الزور وقول الزور. وبذلك حرض صلى الله عليه وسلم على الاجتناب لأمثال هذا، وقال وهو متكئ عن أكبر الكبائر الشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ولم يزل يكررها حتى خاف الصحابة وقالوا وددنا لو أنه سكت، خوفا من ما نازله من التحمل بهذا الوصف الذميم في أمته، ولما يخافون أن يكون غضب صلى الله عليه وسلم فيغضب الله تبارك وتعالى. فلذلك قال قلنا ليته سكت. ولذا جاء في الخبر أن من جاء للشهادة فزاد كلمة أو نقصها لم يرفع قدمه من مكان الشهادة إلا وهو في سخط الله تبارك وتعالى والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاه. فذلك أمر شنيع. بل ومقصود الشريعة في تطهير هذه النفس الزكاة الحقيقية للنفس لتتطهر عن هذه المعايب،
كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم في الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فشانوا الضبط اللساني وتقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن حكم الطاغوت، ولو نفسك، نفسك التي تريد مخالفة شرع الله تبارك لا تحكمها، حكم أمر الله تبارك وتعالى، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، فإن ذلك هو المقصود. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، مراعاة لحرمة الأدب مع الله ولتقويم هذه النفس وتنقيتها وتزكيتها. رزقنا الله الاعتبار والادكار بما أوحى إلى النبي المختار، ونورنا بتلك الأنوار، وجعلنا ممن اتبع واقتفى الآثار في السر وفي الإجهار، إنه أكرم الأكرمين. وأيقظ الله قلوب الأمة ونفع عنها هذا الغبار، ودفع عنها الأقدار، وجمعها على ما يحب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا كرر الكلام، يا سالكا سبل السلام، يا عاشقا نهج الإمام المصطفى بدر التمام. هذه خطوف من رياض المصطفى زين الزياد، قد شرفت وتأطرت.